اللي بيشكوا الشك ده فريقين، فريق لما بتشرح له بيرجع وفريق يقعد يقول لك انا مش فاهم الحته دي اصلا، يعني طب هو يعني ربنا محتاج للصلاه؟ ينقلك على ايه؟ على نقله تانية. هو مساله العبوديه مش احتياج، مساله العبوديه امر من المعبود للعابد، المفروض العابد يعمل ايه؟ سمعنا واطعنا. ايه دي القصه؟ كويس. الوقفه الثانيه احنا بنتكلم على فتنه الشيطان. تمام كويس، حضرتك قلت معنى الفتنه واعتقد كده المعنى واضح، لكن الايات نفسها في نفس الايه ايه رقم 27 في سوره الاعراف بيقول لا يفتننكم الشيطان كذا 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 الايات انه يراكم هو وقبيله. ايوه كويس. انا ليا سؤال تاني في موضوع قبيله، انه ليه قال قبيله ما قالش قبيلته؟ بس ما انا مش عايز اجاوبه دلوقتي. انا ليه واقف بربط دي بالشيطان؟ هو بيقول لبني ادم اوعى الشيطان يفتنكم، بينما الايات بتوضح انه له قبيله واسلحه زي ما اتفقنا ومساعدين واعوان، كل واحد مكلف بواحد. طب ليه النهي جه على الشيطان بس ما قالش الشيطان ونسله او الشياطين؟ اوعوا الشياطين يضحكوا عليكم، باعتبار ان اتفقنا ان كل انسان له قرين من الشياطين. ليه جه ما اوعى الشيطان بس لوحده يفتنكم؟ لان الشيطان ده صفه، لو كان قال ابليس كان يبقى سؤالك صح. كان بقى سماه بقى اسمه. ايوه، لان احنا قلنا فرقوا بين الاسم والصفه والجنس. الحدوته دي الشله دي اللي تعبانه قوي، ابليس ده اسمه. ده اسم مين؟ ده اسم الذي رفض السجود لادم. الشيطان ده صفته لانه تشيطن اي ابتعد عن الطاعه. الجن ده جنسه، فما ما مش عايزين نخلط بين الثلاثه. لو فهمنا الثلاثه سؤالك كان يبقى 100% معجز لو قال ابليس لا يفتننكم ابليس. انما الشيطان دي صفه له لابليس ولكل النسل، لكل ذريه ابليس، لكل الذريه. فكلمه الشيطان طلعت تخلي سؤالك تمام كده. اجابته واضحه زي الفل. انا كده الحته دي بس تحت جدا. اصل واضح فهمك. انا فاهم، واضح ان في قبيله. اصل كلمه شيطان جت منين؟ من شطنه. شطن يعني بعد. فهو اساسا جه حضر مع الملائكه، الملائكه توصفهم طائعين. فبعد ما حضر مع الطائعين كان يجب ان يطيع معهم. فتشيطن بغلب بتغليب الصفه عليه لانه من الجن ففسق. ولذلك في بعض الايات عشان تشرح لك هو عمل كده ليه، قال لك الا ابليس كان من الجن ففسق. ففسق عن امر، فهو تشيطن بتغليب صفته عليه. فالشيطان غلاب يعني. الطبع غلاب، الطبع يغلب التطبع. هو جه يتطبع ما عرفش. ولذلك قال ايه؟ الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. ما هو مش منهم، ابى ان يكون معاهم. كانت عنده فرصه سانحه انه يبقى معاهم. تمام. كما اخرج ابويكم من الجنه. اللي كانوا في الجنه دول اب وام. مش كده؟ يعني ادم وحواء. ايه حكايه ابويكم؟ ابويكم علشان الصفه الغالبه فيها الابوه. يعني ايه؟ مش الولاده. يعني انت لما تقول مثلا ايه الاب والابه، دي في اللغه على فكره وبس مش شائعه، الناس ما تعرفهاش. يتقال على الام ايه؟ ابه، بتغليب صفه الابوه عليها. يعني احنا حواء ما ولدتناش كلنا، فهي مش ام بالولاده انما ام بالايه؟ بالابوه. فعشان كده قال ابويكم، لان حواء ما ولدتش الناس دي كلها، هي ولدت بطونها بس. فيبقى الفيصل هنا الابوه. زي ادم، ادم ابو الجميع رغم انه ما جبناش من صلبه، لكن هو اول الناس. الصفه ايوه، أول التوصيف الناس. ايوه التوصيف اهم عندي من التوقيع بالنسبه لحاله حواء. فغلبت عليها ايه؟ الابوه. الابوه يعني ايه؟ يعني اصل الجنس. فعشان كده قال ابويكم. وكذلك الشياطين دول نسل ابليس. دول نسل ابليس وذريته ماشيه اليوم القيامه، خد بالك. ذريه مستمره، يعني كل ما يتولد من البشر مولود يتولد له قرين. يتولد له قرين والعياذ بالله. لازم عايزينهم يحلوا عننا. بس خد بالك عشان الناس ما تفهمش غلط، مش دايما القرين يغلبني، لا، في ناس بتغلبه. يعني في ناس بتغلب الشيطان، ما يقدرش الشيطان عليها. الحسن البصري لما سالوه ما الشيطان؟ قال وما الشيطان؟ ولا حاجه. ايه الشيطان يعني؟ ولا حاجه، لانه مسيطر عليه. هنا العمليه غلبه بقى. يعني الحسن البصري كان عنده ايه؟ التميز ده. تمام.
فاهم انه شيطان بيشتغل معاه صح. وانت لو عرفت المساله ما انا عشان كده بقول لك احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نعرفه. وعلى فكره هو ده السر في في تتمه الايه انه يراكم. لما اجي لها اشرحها لما اجي لها هشرحها. طيب الشيطان عمل حاجه انا عايز اسال هل دي كانت نتيجه ولا هدف ولا يعني بالظبط توصيفها ايه؟ يعني هي ينزع لباسهما ليريهما سوءاتهما. احنا اتكلمنا فيها قبل كده بس انا برضو عايز اعيدها تاني هنا عشان اربط الامور ببعض. هو القصه ايه؟ القصه هو وسوس لهم. دي برضو عايز كل المشاهدين يفهموه. هل هو وسوس عشان ينزع عنهما اللباس ولا هو وسوس لانه خدوا بالكم بقى من اللي انا هقوله، لانه عارف ان الغلطه بجون ان المعصيه عليها عقوبه انه لسه مطرود. هو لما رفض السجود حصل ايه؟ اطرد. فتاكد لعنه الله عليه ان الخطا في رفض امر الله تبارك وتعالى او في رده او اي شيء من التوصيف ده يعمل ايه؟ عقوبه. فهو مناه ان هم يغلطوا مش عشان ينزع عنهما اللباس، لا عشان يتعاقبوا. هو عايز عقاب، فكان العقاب من الله هكذا. العقاب لما تم توقيعه قال له خد بالك ان كل غلطه في رد الامر على الامر بالنسبه للكفار والعياذ بالله، او في انك تقول سمعنا واطعنا ثم تقع في المعصيه في عقاب. سواء كده يعني الكافر له عقاب يختلف عن ايه؟ عن المنافق، صح؟ يختلف عن المشرك. واحنا ممكن نبقى نعمل حلقه لكده، بس ان الكافر غير المنافق غير المشرك غير المؤمن اللي بيقول سمعنا واطعنا وما يطعش زي ادم عليه السلام.